والآن ننتقل معكم لمتابعة أهم وآخر أنباء الطقس ووقفة أخيرة مع مصطفى ميزار. إليك مصطفى. شكرا من جديد دينا فكري وشكرا ليلى عمر. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في محطتنا الثالثة والأخيرة، نستعرض فيها مع حضراتكم أحوال الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله. يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا الثلاثاء طقس حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وعلى جنوب البلاد نهارا، ومعتدل الحرارة رطب ليلا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وعلى جنوب الصعيد. وفيما يلي مشاهدينا الكرام بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا بإذن الله على محافظات ومدن الجمهورية. نبدأها من محافظة القاهرة وفيها درجة الحرارة العظمى 33 درجة والصغرى 25 درجة والجو في القاهرة يكون حار. في الأسكندرية 30-23 الجو فيها حار، في مطروح 23-30 الجو فيها حار، في بورسعيد 32-25 الجو فيها حار، في الإسماعيلية 34-24 الجو فيها حار. أما عن محافظة السويس فدرجة الحرارة العظمى هناك 33 درجة مئوية والصغرى 24 درجة والجو فيها حار. في العريش 31-25 الجو فيها حار، في طابة 36-25 الجو أيضا هناك حار. أما في شرم الشيخ فدرجة الحرارة العظمى 41 درجة مئوية والصغرى 31 درجة والجو حار، في الغردقة 38-30 الجو فيها حار. في الأقصر درجة الحرارة العظمى 42 درجة والصغرى 28 درجة والجو فيها حار، في أسوان 42 درجة والصغرى 29 شديد الحرارة، في الوادي الجديد 41 درجة 25 الجو أيضا حار، في شلاتين 38-28 الجو فيها حار، وأخيرا في حلايب 35-29 والجو فيها حار. الآن مشاهدينا الكرام نستعرض مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة غدا في عدد من العواصم والمدن العربية والعالمية.